جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان فيه الهداية والسعادة والرضا وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورتل حاضرا متدبرا وانهل من الآيات نور معاني لا يلهينك عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهدى.